هو فيلم تيحكي على قصة وفاة، تيحكي على واحد السيد أنه عايش في المدينة، في مدينة مغربية، وكيطيح في واحد علاقة حب مع واحد السيدة، دونك كيقرر أنه يمشي يتزوج بها، يطلب الخطبة لوالديها، وهذا الشيء في لي زاني 80، يعني في بالضبط في 1984، دونك كيمشي يخطبها، تيقراو الفاتحة، تيتفقوا على أساس أنه من بعد 20 يوم راه غادي يجي يتزوج بها. يصادف أنه النسيب ديالو ديال صديق ديالو اقترح عليه بوشكو كيشتغل هو النسيب ديالو في الصحراء، كيدي العلف ديال الماشية للجنوب وكيرجع، قال له يلا بروفيتي معايا بين ما تجي 20 يوم تشوف الصحراء وانا كتشوفها كيفاش دايره. قال لي مزيان، مشى معاه، دونك مشى بوغ 20 جور، صدق جلس 20 طون، لان كيعتقلهم ديك العصابه ديال البوليزاريو، تم الاعتقال ديالهم ودوزوا عليهم اسوء التعذيب واسوء ديال، راكم شفتوا في الفيلم. ورغم ذلك اننا احنا ماشي كتبنا السيناريو غير من فراغ، السيناريو كتبناه لان انطلقنا من ناس اللي هي مأرخة هذا الجانب، الجانب القانوني ولا الجانب التاريخي ولا شهادات الناس اللي عانت ورجعات، والحمد الحمد لله حاولنا نديروا واحد الفيلم اللي يكون في مستوى. الدور ديالي هو ديال التهامي، هو اقدم واحد اللي كان مشدود عند البوليزاريو، اذا ولات عنده واحد التجربه وكتشوفوا حتى من خلال العصا اللي كياكل، يعني مابقاش داكشي كيضره هو في اللحم ديالو، زياده انه عنده واحد الحب ديالو للوطن ديالو، وعنده واحد الهم ديال انه توصل النتيجه الاخيره وهي ان الصحراء ترجع المغربيه. هذا هو التهامي، وكاينين عندنا بزاف ديال التهاميات اللي دازوا تما، بزاف ديال المغاربه جدودنا واللي دازوا مساكن تما، اللي تعذبوا، اللي ضحوا بروحهم وبعائلاتهم كذا من اجل ان ترجع الصحراء المغربيه. وهذا هو التهامي، الرجل المغربي المحب للوطن ديالو المتفاني في حبه. كنتمنى الفيلم يديو الالتفاته ديالو ويكون في درس تاريخ ديال الوطن ديالنا، راه عجبتنا الفيلم هذا، كنتمنى يوصل الفيلم العالميه انه يستحق فعلا. تبارك الله على الممثلين، تبارك الله على المخرج، تبارك الله على الطاقم التقني من قاطر مزيان، تبارك الله عليكم، شرفتوا المغرب، وهذوما الاعمال المغربيه اللي كنتمناو حنايا نتسناو من الشعب المغربي القاطر. هي فكره واقعيه ديال ان واحد السيد كيقول لمرته تسنيني 20 يوم وكتسناه 20 عام، الفكره واقعيه، وخديتها منها وزدت عليها دوك انواع التعذيب اللي باستشاره مع الناس اللي داروا لي ضبط الماده التاريخيه بحال الدكتور سيبويه والدكتور احصار، والناس اللي داروا معايا ضبط الماده السياسيه بحال الدكتور رحال مكاوي، والناس اللي داروا معايا ضبط الماده القانونيه. هذا الشيء تجمع وعطى هذاك الفيلم اللي شتيه انت. وانا حاولت في الفيلم ديالي بمعيه المخرج اننا نديروا التعذيب، خصو يتشاف، ما يجيش في السرد وما يجيش في الحكي، خصو يتشاف، وهذاك هو اللي كان. عملية التصوير البريباراسيون 4 سيمانات والتصوير 4 سيمانات، ولكن الكتبة كانت واحد شي 6 شهور ولا 8 شهور ديال الكتبة. لا، هي بغينا نساهموا في رفع منسوب الوطنية لدى الشباب اللي ما عندهم حتى فكرة على الموضوع ديال الصحراء، هاد الدراري اللي زايدين في التسعينات والألفينات ما عندهمش فكرة. أنا بغيت نساهم في إطار الدبلوماسية الناعمة الموازية للدبلوماسية الرسمية فقط، ما كاينش شي هدف، كاين حب الوطن، أننا خصنا نقدموا ليه شي حاجة حيت هو قدم لينا بزاف. قاسم، كملتيها؟